السلام. اهلا وسهلا. رئيس الجمهورية يحاول انه في كل مرة يعمل استشارة باش يصلح دومين معين. الاستشارة اليوم حول التعليم. باش قبل ما نبدا كل شيء باش نقرا القصيدة نتاع بودلير لي فلور دي موال نتاع الانمي، ولو كان تلقى استاذ في من بنزرت البنقردان يقراها كيفي ويفهمها كيفي ويحللها كيفي بنختار وذايا، معناتها باش نبين الفرق ما بين المستوى نتاع التعليم في الستينيات وتوا. اش يقول بودلير في الانمي نتاع لي فلور دي موال؟ يقول ما جونيس نفيو كان تينيبرو اوراج traversé ça et là par deux brillants soleils, le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Et voilà que j'ai touché le temps des idées qu'il faut employer l'appel et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si ces fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Au-delà, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. هذايا النموذج نتاع مستوى وعمري 72 سنة وحافظ عليه، خاطر الأستاذ نتاعي اللي قراني في الفرنسوية باسكال معناتها يحبك في اللغة، واللي عملوا بورقيبة في الستينيات معناتها الأساتذة اللي جاوا من برا والمزالي الله يسامحه في ليلة ونهار خذا القرار نتاع تعريب اللغة ومتاع تونس الإطار التربوي، وثم حاجتين اللي ضمحلوا وهما كانوا المنبع نتاع المستوى التعليمي، هو في المركز المدارس ترشيح المعلمات وفي سيدي بوسعيد مدارس ترشيح المعلمين، ومن غادي يخرجوا من قمم. نعطيك مثال، مدرسة حرة المديرة فاقت باللي المستوى نتاع المعلمين الكل على قده، جابت أستاذة من برا وتقريهم من 6 إلى 8 باش ترفع في مستوى المعلمين، وهذا اللي محتاجين له احنا، محتاجين خاصة في اللغة. توا 5000 صفر في الباك في الفرنسي، 7000 صفر في الانجلي، هذا علاش؟ خاطر قبل كانوا يقريونا حاجة غير طبيعية، 5000 صفر و7000 صفر. يا ودي لو كان تشوف واحد واثنين وثلاثة، لو كان دخل فيهم الواحد واثنين وثلاثة تلقى 90% من اللي ما عندهمش المعدل، هذا صفر 5000، واللي ماخذ واحد وماخذ اثنين ما حسبناش. فهمتني؟ شيء مهول. معناتها عندي صحابي دون سارتان نيفو، فهمتني؟ وقت اللي يبعثوا لي لي ميساج ما نجمش نقراهم، ما يعرفوش يحروا سيجي فيرب كومبليمون جمله مفيده ما نجموش يحروها، ناس في مستوى معين. معناتها انهيار 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 مذل المستوى التعليمي في تونس. اذا الاستشاره هذه جات في اطار انه نحاولوا نصلحوا التعليم. ان شاء الله ثم نلقاو له السبل والامكانيات باش نصلحوا، على خاطر التصليح ماهوش ساهل بكل. معناتها حتى ولو نعملوا استشاره، اما التصليح تلما وصلنا المستوى منهار المستوى حتى المعلمين، على خاطر 7000 صفر في الانجلي شيء بين اللي المستوى نتاع المعلمين ما على قده زاد. معناتها ما جاوش من عدمك ال 5000، جاوا من على اساس اللي المستوى نتاع الاطار التربوي على قده. الاستشاره اليوم اللي قدمها رئيس الجمهوريه نتاع التعليم، تحس انه فما لازم نعملوا رسكله للاساتذه والمعلمين؟ كل شيء باش تخدم من اول جديد، كل شيء من اول جديد. نعطيك مثال، تو المغرب عندها لجنه من وزاره التعليم نتاعهم تمشي تدور في فرنسا وتدور في انجلترا وينتقيوا اعز معلمين، واللي تلقاهم في وجده وتلقاهم مراكش والرباط والواحد ما تلقاهمش في بوردو، ما تلقاهمش في مرسي، ما تلقاهمش في باريس ولا في تولوز. معناتها باش الناس ترفع. انا اقتراحي على الاقل كل معهد وكل مدرسه فيها اطار كفء، وهو اللي باش يرفع في المستوى بقيه المعلمين الكل، كوسوسوا معناتها في اي ماده من المواد، ويلزم راسك من اول جديد. مستوى راهو المعلمين والاساتذه راهو مستوى منهار لاقصى درجه. لهنا المشكله في المنظومه التربويه اللي تنجح في العباد هكاك، نجموا مثلا نحيو فما حاجه في القانون نشوف فيها انك تنجح عباد بتسعه ونص وبعشره وواحد، نجموا نحيو هذاك. بكل صراحه الزين قضى على العمليه هذه بك ال 25% وكل الباك ودري شنو، فهمتي؟ كي تاخذ بشري تاخذ مثال خالد تبربي ولا
ولا تشوف المستوى نتاعو في اللغه معناتها في الجيل نتاع الستينيات ونسميه لك برشا، ما ثم حتى مقارنه، ما ثم حتى مقارنه. كنا قبل الفيرجول والبوان فيرجول والفن في الخط، ثم رونق اخر وعمليه اخرى، وكانت في الامفيتياتر نتاع لي سيكارنو تصير مباريات مدرسيه ما بين العلويه والصدقيه، مستوى من ارقى ما يكون، من ارقى ما يكون في الالقى ما عادش نعملوها، الشعر ما عادش نعملوه، معناتها حتى التحفيز معناتها كالمناسبات اللي كنا نعملوهم قبل باش نلموا ما بين المعاهد وكانت تصير، تو ما عادش الديناميكيه هذيك ما عادش اضمحلت جمله واحده، وهذه معناتها من الحاجات اللي يلزم ارجاعها باش ما بين المعاهد تصير الكونكورنس اللي كانت قبل كانت تصير في كل الميادين. اليوم في الاستشاره القانونيه اللي طرحها رئيس الجمهوريه، الاستشاره بتاع التعليم، هل عندك حلول نجم نصلحوا بها المنظومه الدراسيه في تونس؟ هاني قلت لك نعطي انا رايي في مساله اللغه، لا مفر ولا مجال يلزم كما كان يصير في الستينيات في كل معهد على الاقل استاذ اجنبي زاد صاحب اللغه هو اللي يرفع في المستوى نتاع المعلمين الكل، وهو اللي يحسن ويعملوا لهم ديكور دي ريسيكلاج، ماشي ما يتحسن شويه المستوى نتاع الاساتذه والمعلمين نتاعنا.